مساكم سعيد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من حصة كوكتيل سبور. بداية نبدأ كالعادة بحدث الأسبوع، والحدث كان مع رياضة الفالانغ فوداو والبطولة الوطنية التي جرت بالطرف دون إطالة. نتابع ما رصده لنا الزميل محمد بن كموخ وهاته الرياضة. احتضنت القاعة متعددة الرياضات وسط مدينة الطرف البطولة الوطنية لرياضة الفالانغ فوداو بمشاركة 8 ولايات، منها الطرف، الجزائر العاصمة بومرداس وباتنا، لانتقاء أبطال الجزائر في هذه الرياضة التي تعد مزيجا من الفنون القتالية الفيتنامية والصينية، ويعود تاريخ دخولها الجزائر إلى عام 2013. كاين 250 اتلات شاركوا معنا. سلام فريمون السبور كي با بروغريس لا ولايه تيزي وزو خاطر بور لانستون افان كان في هذا الميل ان شاء الله نوفال تروفي دون دوتر ريجيون لا ولايه نا طارف. راح نقوموا بالبطوله الوطنيه ان شاء الله اللي راح يشاركوا 8 ولايات عبر الوطن، تمثل في ولايه الجزائر، ولايه طارف، ولايه البوليده، ولايه باتنا، ولايه بومرداس وغيرها من الولايات المشاركه. اليوم راح يشاركوا حوالي 260 اتلات او 270 اتلات اللي راح يشاركوا اليوم في هذه البطوله ان شاء الله بين ذكور واناث. البطولة الوطنية شارك فيها حوالي 270 رياضيا من مختلف الفئات العمرية، وشهدت تنافسا حادا بين المشاركين بتأطير دولي من الحكام، والهدف الذهاب بها إلى العالمية بما تملك هذه الرياضة من كفاءات. تصفيات عبر الولايات، وهاد الرياضيين اللي راهم اليوم هم الرياضيين اللي راهم كاليفيا عبر الولايات تاعهم. الاهتمام بالرياضات القتالية استقطب العديد من الرياضيين المحبين لهذه الرياضة ولرياضات الفنون القتالية. المنافسة شهدت تواجد مدربين تلقوا تكوينا خارج الوطن، ساهم في تطوير هذه الرياضة ودفع بها لبلوغ العالمية ومنافسة رياضيي موطن تلك الرياضات. رياضة الفالانغ فوداو هي رياضة فيتنامية الأصل، هي مزيج بين الرياضات الصينية والرياضات الفيتنامية، حيث دخلت إلى الجزائر في أواخر 2013، واليوم رانا نحاولوا ننشروا فيها عبر التراب الوطني إن شاء الله. هي منافسة وطنية الهدف منها تطوير مختلف المصارعين والتأقلم وكسب المزيد من الخبرة تحضيرا للمواعيد الرياضية المقبلة.